ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ شباب، هل هذا الموت أني جبنا لكم لي جماعة أونلاين؟ أي واحد عنده سياقة وخوي سياقة خليه يحمل هذا الموت. وإذا تتحبون، إذا أنتم تتحبون، سوي بروفايل جديد خاصة على هذا الموديل الشاحنات السباق. زين، هما كل مرة نحنا إذا قلنا يلا نسوي سباق، هما إيميل مالتك حاضرة، تدخل على البروفايل مالتك مال شاحنات السباق. زين، فهسا أقول لك شغلة، ركزوا على كلامي. زين، لما تعطيه فك الضغط يطلع 2 ملف ببطن واحد ملف. واحد ملف يطلع شكله مثل الكتاب، واحد ملف يطلع شكله مثل الورقة أبيض. هذول هم اثنيناتهم، سوي كوبي نسخة خليها ويا المودات مالتك. أوكي، يلا. فهسا يلا جماعة أولاد يا الشرسين، أي واحد شرس خليه يجي يتحدي وياي. أي واحد قوله أنا يعني معترف خليه يجي معانا يلعب. طبعا أي واحد يخسر باللعبة، مثلا كم أشخاص نحن نلعب، إذا 5 أو 6 نعطي عقوبة على هذا الشخص المخسور، يعني هو إذا صارت خسارة. أو نحن نقول نغني، هو شي نقول لازم ينفذ الأوامر مالتنا، إذا ما نفذت نطلعها من السيرفر ونعطي حذر وبلوك على السريع. زين، فأنت تختار يا سيارة تتحب. انا احب شنو هذا الشاحنة، كيفك؟ انا احب مان اجيب مان عليكم والله، طابع الشرح زين حتى تعرف انا ايش تسوي. هذا شنو؟ هذا احسن محرك، اعلى محرك هذا. واو، ما شاء الله، سرعة ماله الف الف حمار، الف حمار يعني الف حصان. الدفعة ماله 4500. زين، هذا 1000 حصان. زين، ليش هذا مكتوبة 3000 هوب؟ معناتها هذا أحسن واحد. هذا كدقيقة أشوف هذول هم، هسا نعرفها. لا، هذا أقوى. فشباب، غير شاحنة غير ماركة، بركي يطلع محرك أقوى. والله احتمال نفس الشيء، بس دقيقة على المان مالي. هذا المان أجي عليكم وأنتم تجون. هذا كله، شوف هذا كله شاحنات، تختار واحد بكيفك، أي نوعية تحب تجيبه تجي معانا تلعب. هكذا هسه تشوفون، هسه بعطي تعديلات جت يصيرن حلو. طبعا هذا اني نزلت الشباب هذا الشاحنات قبل 2 شهر. هذا تعمل اصدار 1.41 الى 43، ما هسه انتم تشوفون. يا نوعي اني اختارت هذا المان مالي. محرك تماما، افتح هذا حتى نعطي واحد محرك. هذا وهذا غير. اللي هذا كذا، حتى هذا محمود الفلسطيني يجي عزه والله. هو ما اي واحد يجي. شوف هذا سكن ماله، لان الملف قلت لكم يطلع 2 اوراق، واحد ورقة ابيض هو مال شاحنات، وورقة قلت لك واحد ملف يطلع شكله مثل الكتاب هو كل السكنات. يعني اي شاحنة تجيبها سكن ماله موجودة. فرزنا هذا على متشرح، فرزنا انا جبت هذا، لما تعطيه شوف سكن ماله موجودة. ايش قد حلوين شباب، ما شاء الله، كل نوعية اسمه، كل شاحنة عنده سكن ماله. هي تابعوه. الله، يلا باكر نسوي فرتونة للعبة ما حاكي الشاحنات. وين المان مالي؟ هذا نعطي سكن ماله، وقلت لكم اغير الجير. هذا هسه احضر نفسي
وتابعوا ونروح فد واحد تراي تعرفون يعني هيك فرة بسيطة، حتى انزل الفيديو عليكم. بس انا بنصحكم يعني من جامعتي اذا تنزلون شو اسمه الله، هذا احلى، هذا احلى على اي شيء. بنصحكم اذا تسوون بروفايل جديد، والله ما اشي تسوون بروفايل جديد حتى لما نحن نقول يلا نلعب سباق، هم راسا تدخل على البروفايل مالتك مال اللعبة على اساس قبل تلعب، هذا قصدي. فانت بكيفك. واولا هذا الشاحنات هم نحن نقدر يعني نشتغل، يعني تحمل الحمولات، هم تحب تحمل الحمولات او تحب او تحب نسوي سباق. بس هذا باكر يجي يوم الدعس، منو يدعس على منو؟ اوه شنو هذا، اقدر اكبره هيك تايرات بس تغير الويل، هكذا الويل مالي هكذا، احتمال يصير هليكوبتر الويلات والكبات. هكذا تسوي، تسوي تعديل قدام عينكم. هنا قبخ هكذا، هكذا هذا ناعي الويل، هذا خلينا ابيض. عافية ما شاء الله موت، يعني صغير الشباب لما تحمل بثواني تتحمل، يعني هذا نفس الويل مالي مو شباب، أبالي انتم يمي قاعدون. اقول له شباب اخلي هذا الويل، لا هذا الطخمة مال هذا مثل هذا. يلا يا جماعة اونلاين، هذا خاص إلنا للاونلاين. اي واحد يقول له اني سايق ومعترف خليجي، قلت لكم اذا يخسر نعطيه عقوبات او احتمال يغني. فشنو عقوبات مثلا ما جماعة وما مالتنا. يلا هذا اني خلاص نروح فتراي، هذا السيارة مالتي باكر اني اجي عليكم. تعال هناك من هنا اقول له نركب على هذا شاحنة صغيرة. طبعوا وركزوا، سوي نهار. روح انت على هذا، هم روح. اوه وهذا ما كله احتمال، هذولا هذا اللويد مالي جد صغير اهي، وتحت تحت الغطاء ترى نطاف ما كنت. يلا يا جماعة اونلاين، ترى باكر ما شفنا فد معدل، يلا نبدي من السباق. روح يا شرس الروسي، هذا الشاحنة عنده خريطة هو بالسقف شباب. يلا 117 100 وتقريبا كيلو 130، هذا مال شرس الروسي الشاحنة. يلا 150، 151، 155، 156، وما أشيل أصابعي على البازين والله. جماعة أونلاين تعالوا، ها تعالوا مع الشرس، تعالوا هذول مش تسوون هيك.
الدور، أبالك بالفلوس. أوه طلقة. ستوب عمو ستوب وهذا حلو محمود هو جت يقلب كبابان يبقى هنا لباكر تجو ارسل البنشر ما لا الله معاكم.